عايز بقى اروح للمؤتمر الصحفي، المؤتمر الصحفي للمباراه، وكان في كلام كتير جدا جدا، سواء يعني قالوا رولاني مكوينا المدير الفني لفريق سان داونز الجنوب افريقي. وخلينا الاول نروح نشوف جانب من المؤتمر الصحفي ونرجع نرد ونعلق على ما قاله مكوينا المدير الفني لنادي سان داونز. It's good to be in your country once again and looking forward to the second leg fixture against Al Ahly. انا سعيد ان انا موجود هنا مره ثانيه واكيد متطلع جدا لمباراه العوده امام النادي الاهلي. I am very surprised that Al Ahly complain about everything. انا متفاجئ جدا لان انا شايف ان النادي الاهلي بيشتكي من كل حاجه. Before the first leg, Al Ahly complained that we played 3 o'clock. قبل لعب مباراه الذهاب الاهلي اشتكى انه هيلعب المباراه الساعه 3 العصر. And yet they are allowed to fixture the game at their time in the second leg that suits them. وكمان مباراه العوده تم تغيير وقت مباراه العوده. You hear no complaints from Mamelodi Sundowns. احنا بالنسبه لنا وبالنسبه لفريقنا ما فيش اي حاجه اشتكينا منها. I am surprised that Al Ahly are always complaining about referees only when they lose. أنا متفاجئ إن كل مرة النادي الأهلي بيخسر بيقدم شكاوي في الحكام. Jose Mourinho once said that once a big club starts to look for other factors apart from football when they lose, they start losing their status as a big club. المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو كان عنده وجهة نظر إنه كل ما الفرق تبتدي تبص لأي عوامل خارجية بره عن كرة القدم هو ده الوقت اللي هتبتدي فيه الفرق تخسر مباريات. And I hope that's not the case with Al Ahly because they are the flagship of African football. وأنا أتمنى إنه ده ما يحصلش مع النادي الأهلي لأنه كل تأكيد النادي الأهلي ليه أثر وتأثير كبير جدا على كرة القدم الإفريقية. The rest of the world and Europe look at Al Ahly as a reflection of what African football represents. كل الأنظار في أوروبا بتنظر للنادي الأهلي على إنه حاجة مهمة جدا ومؤثرة وبتأثر بشكل كرة القدم الإفريقية. And so my question after the complaints is what is really the intention? فبالتالي بيكون دايما سؤالي عن الشكاوى المقدمة بتكون إيه النوايا من وراء تقديم الشكاوى دي. Because I can go through a list of incidents. لأن أنا أقدر أقدم لحضراتكم دلوقتي قائمة بالأحداث اللي حصلت قبل كده. Where the referees did not act in what I thought would be the just way. إن الحكام ما احتسبوش قرارات من وجهة نظري أنا كانت قرارات المفروض إنها تتاخد وكانت قرارات صحيحة من وجهة نظري. كلام حلو قوي اللي مكوينا قاله. طيب أنا هرد على الكلام ده بكلام مكوينا قاله قبل كده. ماشي؟ يعني إيه؟ هوري لحضرتك دلوقتي بس خليني عشان أعرف أرد واحدة واحدة وحضرتك تبقى قاعد وبتتفرج وشايف. انتوا عارفين لما بنيجي بنرد دايما بالاوراق وبالمستندات، حتى دي هيبقى فيها اوراق ومستندات. خلينا نروح نشوف حق اتصد ونرجع نكمل.